السلام عليكم. أعلنت وزارة التربية الجزائرية منذ قليل وفي خبر صار أفرح كل التلاميذ وأوليائهم، حيث تم الإعلان عن الرجوع إلى نظام مدرسة العادي والتخلي عن نظام التفويج والذي أقرته الوزارة منذ سنتين بسبب جائحة كورونا. وأعرب أولياء التلاميذ وكذا عمال التربية عن ارتياحهم بعد صدور القرار النهائي من وزارة التربية منذ قليل. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد قد اقترح على الوزارة فيما يخص الدخول المدرسي المقبل. وقال وزير الصحة: اقترحنا أن يكون الدخول المدرسي الجديد طبيعي وعادي، ولكن سنصبح مجندين، ووزارة الصحة هي المكلفة بالوقاية وحماية التلاميذ. ويأتي هذا بعد التراجع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا وتغير طفرتها، والتي أصبحت تشبه إلى حد بعيد فيروس الأنفلونزا الموسمية.